لنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي زياد السنجري. أهلا بكم سيد زياد. أهلا وسهلا بكم. كان مركز جنيف الدولي للعدالة تحدث بأن العراق يمر بمرحلة خطيرة ويجب منع سقوط المزيد من الضحايا. من بين هؤلاء الضحايا الكثير من الصحفيين الذين استشهدوا اليوم تحديدا، كيف تفسرون استهداف القوات الأمنية بشكل مباشر للصحفيين؟ نعم، بالبداية شكرا جزيلا لهذه الفرصة، وأريد أن أقول بأني صحفي وإعلامي وعايشت هذه اللحظة عندما كنت في العراق وأعمل في مجال الصحافة والإعلام. لذلك نجد أن القوات الأمنية دائما ما تستهدف الصحفيين والإعلاميين باعتبارهم أنهم ينقلون الحقيقة، فالحقيقة التي تحدث في العراق ليست من مصلحة الحكومة والميليشيات والأحزاب الفاسدة التابعة إلى إيران أن تكون واضحة لكل العالم. لذلك نجد أن استهداف الصحفي هو استهداف لربما، وأنما ليس لربما بل بكل تأكيد هو استهداف ممنهج. نجد أن الصحفي له تأثير ووقع كبير عندما يتم استهدافه، ويشكل حلقة أو نقط ضعف ورعب لبقية المتظاهرين، كون الصحفيين هم السلطة الرابعة ولديهم حصانة كفلها الدستور الذي كتبه المحتل الأمريكي والذي وقعت عليه كل الكتل السياسية والأحزاب، ولكنهم للأسف بصقوا بهذا الدستور باعتباره لا يتماشى مع خطهم ونهجهم الإجرامي في داخل العراق. آخر استهداف شمل المصور الصحفي ستار، يوسف ستار، الذي تم استهدافه في الجيلاني. كيف تفسر هذا الاغتيال الذي تعرض له المصور؟ من الطبيعي أنه ليس الأول ولن يكون الأخير للأسف الشديد، فكل الصحفيين هم أهداف للحكومة والميليشيات التابعة لإيران. لذلك نجد بأنه أمر مؤسف جدا. قبل أيام استشهد الزميل أحمد عبد الصمد في البصرة، نعم، ومعها مصور أيضا، وقبله الكثير من الصحفيين والإعلاميين والزملاء حتى أيام الاحتلال الأمريكي للعراق عندما كانوا يتواجدون بالشارع. كلنا نتذكر وثائق ويكيليكس وكيف أثبتت أن الأمريكان استهدفوا مصور وكالة رويترز زميل نور الدين حسين. لذلك هو منهج الاحتلال وما ترتب عليه من بعد احتلال العراق بعد 2003 انتهجوه كديدا لهم في استهداف الصحفيين والإعلاميين وكل أصحاب المهنة الحرة التي تنقل الوقائع والحقائق في داخل العراق. نشرت صحيفة ناشيونال في تقرير لها بأن الميليشيات المدعومة من إيران تحارب حرية الصحافة في العراق. ما دور إيران في العراق، وبماذا يزعج هؤلاء الصحفيون إيران بتقاريرهم وتغطيتهم لهذه التظاهرات التي خرج فيها الشعب العراقي؟ الحقيقة السؤال يحتاج إلى إجابة شافية لعدة أسباب. أولا، إيران تمتلك النفوذ الأكبر في العراق وهي صاحبة القرار باعتبار أن الطبقة السياسية بشيعتها وسنتها وجزء كبير حتى من الأكراد يتبعون إلى إيران ويأتمرون بالنافق قاسم سليماني، واليوم يأتمرون بخامنئي ومن بعده إسماعيل حقاني. الحقيقة إيران ليست من مصلحتها انتشار هذه التظاهرات وتوسعتها وتحقيق أهدافها ومطالبها المشروعة، كونها ستنعكس على إيران، وبالفعل انعكست، ولربما شاهدنا جميعا ما يحدث الآن في إيران من أمور وتظاهرات وانتفاضات. لربما هذه تزعج الخامنئي وتزعج نظام الملالي في طهران، لذلك ليست من مصلحتهم استمرار تلك المظاهرات. كيف يفسر انتهاك القوات الحكومية وكذلك الميليشيات للمواثيق الدولية وكذلك الدستور العراقي الذي يكفل حرية الصحافة وحرية التعبير؟ هناك مشكلة في تفسير هذا الدستور. الدستور المبهم الذي رفضه الكثير من العراقيون، ولكنه تم تمريره عبر أجندات دينية وسياسية وعبر اتفاقات في بداية كتابة هذا الدستور. لذلك فيه الكثير من القنابل الموقوتة، ومن ضمنها مسائل كثيرة لربما رغم وضوح حقوق الصحفيين في هذا الدستور، لكن دائما ما يتم انتهاك هذه الفقرات
وعدم وجود حرية للصحفي الذي يعمل في داخل العراق، وإنما هناك قيود كبيرة. وشاهدنا بأم العين كيف تم إغلاق عدد كبير من مكاتب الفضائيات والقنوات العربية والعراقية في بغداد، وشاهدنا المداهمات وحملات التكسير وتحطيم المعدات التلفزيونية، كذلك شاهدنا قطع الإنترنت وهو يعتبر وسيلة إعلامية مهمة جدا في داخل العراق، كما شاهدنا اعتقال الصحفيين وقتل الصحفيين واستهدافهم الذي مستمر حتى من قبل الثورة، حتى من كانت الحراك في المناطق العربية السنية في موصل في الأنبار في بقية المحافظات الأخرى، دائما ما يستهدفون الإعلام والإعلاميين والصحفيين الذين تقع على عاتقهم رسالة إنسانية كبيرة بنقل الحقائق المجردة، وهذا أمر أعتقد ليس من مصلحة الأحزاب والحكومة التي تعيش فساد كبير وانتهاكات كبيرة وقتل المتظاهرين. من ينقل قتل المتظاهرين هم الصحفيين والإعلاميين، وهذا أمر لا تقبل به كل الأحزاب والطغمة السياسية الفاسدة في العراق. سيد زياد، وباعتبارك صحفي أيضا، ما مدى الحاجة لسبل جديدة للتنسيق بين الصحفيين لحماية أنفسهم من كل هذه التحديات التي تهدد حياتهم، سواء من خلال حماية اتصالاتهم أو كذلك الاعتماد على أسماء مستعارة والتخفي خلال تغطية التظاهرات؟ الحقيقة هذا سؤال مهم جدا وجوهري، باعتبار أن العراق يعاني من وضع وخلل كبير جدا في تمثيل الصحفيين، كون نقابة الصحفيين العراقيين الحالية وإدارتها لا تعمل من أجل الصحافة والإعلام، وإنما تعمل لتجميل الوجه القبيح للسياسات التي تنتهجها الحكومة والأحزاب والميليشيات. بالعكس، هي تمنح لقب الصحفي لكل من هب ودب، وهذا أمر معروف للجميع. هناك قنوات إيرانية تعمل في داخل العراق تم منحها هوية وعضوية نقابة الصحفيين العراقيين، وهذا أمر مرفوض. لذلك علينا أن نجد البديل المناسب والتمثيل الحقيقي الذي يدعم الصحفيين، ويجب أن يصل صوت الصحفي العراقي كونه يعمل في بيئة غير آمنة، وكونه يعمل في بيئة الحقيقة خطيرة جدا على الصحفيين. لذلك نحتاج إلى تكاتف كبير كصحفيين وإعلاميين في الداخل وفي الخارج لتأسيس منظومة تستطيع أن تحمي الصحفي وحقوق هذا الصحفي الذي يعمل في المؤسسات المحلية والدولية في داخل العراق. سيد زياد، إلى أي مدى تظن أن تصاعد الأحداث يحمل مزيد من المخاطر لدى الصحفيين في الأيام المقبلة؟ لا شك بأن الثورة ستستمر، ولا شك بأن المطالب ستعلو صوتها، ولا شك أن الشارع سيقول كلمته. وكلما اشتد الخناق على الحكومة وعلى الأحزاب والميليشيات التابعة لها، كلما زاد بطش هذه الحكومة، وكلما زاد قتل المتظاهرين والصحفيين والإعلاميين، وكلما زاد في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الكبرى التي يتم ارتكابها. للأسف الشديد نتحدث بواقعية مجردة بعيدا عن التأملات الغير منطقية. لذلك نجد بأن العراقيين والصحفيين والطبقة المثقفة في العراق عليها أن تجد حلول ناجعة وعملية في التصدي لعمليات القتل الممنهج الذي يستهدف جميع الصحفيين والإعلاميين أو الذين يعملون في هذا المجال، وخاصة من الذين ليسوا يعملون مع الأحزاب والحكومة، وليس الذين يعملون فوق أجندة خارجية، وإنما يعملون لأجل العراق والعراقيين والمتظاهرين السلميين في كافة المحافظات العراقية. شكرا جزيلا لكم الإعلامي والصحفي العراقي زياد سنجري، كنتم معنا عبر سكايب من فيينا.